السلام عليكم طلاب المحاضرة الأولى. في مادة الحاسبات نقسم تقنيات التحضير Computer Operating System OS، هذا العنوان مال المحاضرة Title of the Lecture Lecture 1 LEC، يعني مختصر Lecture Lecture 1 يعني المحاضرة الأولى. Lecture aim. In this lecture, you are going to understand the meaning of the operating system and what are the types of it. Additionally, to the difference between the operating system and software application. هذه المحاضرة راح نفتهم وندرس معنى الـ operating system وراح نشوف أنواعه، وكذلك راح ندرس الفرق بين الـ operating system والـ software application. Lecture goal. أول شيء راح نشرح أول شيء الـ OS اللي هو الـ Operating System، ثاني شيء أنواع الـ Operating System، ثالث شيء راح نشرح تعريف الـ Software Application، وأخيراً راح ندرس المقارنة بين الـ Operating System والـ Application Software. إحنا عندنا مهم تعريف الـ Operating System. شنو تعريفه؟ هو Software Program that manage the hardware and software resources of a computer. هو مجموعة البرامج اللي تدير الهاردوير وكذلك السوفتوير في الحاسبة، المصادر يعني تدير الأجزاء المادية والبرامجية في الحاسبة. الـ OS عند many task، هنا راح ناخذ يعني وظائف الـ OS: controlling and allocating memory, processing instruction, controlling input and output devices, manage file. يعني عندنا شنو وظائف ومهام الـ OS: السيطرة على الذاكرة، معالجة الإعازات، السيطرة على أجهزة الإدخال والإخراج في الحاسبة، كذلك إدارة الملفات. الـ modern general purpose computer، الكمبيوترات الحديثة الحالية الشخصية personal، صار عندنا general purpose operating system. قام ننزل برامج أخرى تكون ذات أغراض أخرى مثل الـ application software. راح نشوف احنا هنا شنو أنواع. احنا استخدنا مهام تعريف الـ OS، مهام الـ OS، راح ناخذ أنواع الـ OS. Example: عندنا المايكروسوفت ويندوز، لينكس، والماك او اس، واليونكس. ناخذهم بالسرعة. أول شيء الويندوز، ويندوز به أكثر من فيرجن، ويندوز اكس بي، فيستا 7، إنه إحنا أكثر ويندوز كومون معروف ونستخدمه هو الويندوز 9 و10. دائما من نصب حاسباتنا الفارميتها راح ننصب بها مثلا ويندوز 10، يعني هو نظام تشغيل اللي راح يشغل لنا الحاسبة. It produced by Microsoft and it typically included a machine purchased in electronic store، مثلا الدل وغيره. الويندوز OS يتميز بالجي يو اي، الجي يو اي يعني جرافيك، بواجهته رسومية، لأنه كان في البداية تكست انترفيس، كانت الواجهات كتابية. عندنا الماك او اس اللي هو produced by Apple، used بالماكنتوش كمبيوتر. هنا أيضا يستخدم الجي يو اي، نفس الجي يو اي قلنا أنه جرافيك رسومي، يعني مشابه إله بالواجهات لكن مختلف، يختلف عنه بعدة أشياء ويتشابه وياه بأشياء أخرى. اللينكس طبعا قلنا إنه هذا وين يستخدم أكثر، وهذا أكثر شيء إنه لينكس نعتبره less popular، يستخدم بشكل أقل لأنه يعني نقول عادة يشتغل بمكان specialized workstation، مكان عمل محدد، سيرفرات such as web or email servers، مثلا مكان محدد عمل. لكن احنا هنا نستخدمه بشكل اقل،
لأنه يحتاج اللي يستخدمه يكون عنده knowledge and skills to operate، إنه يحتاج عنده knowledge معرفة، skills مهارات، الشخص لازم يكون شوية عنده خبرة حتى يقدر يستخدمه. إحنا هنا قلنا نستخدم لينكس، لكن لما نسافر خارج العراق مثلا طلابنا عندنا يدرسون بروسيا ممنوع عندهم ويندوز، لازم ننصب لينكس على حاسبته، لأن عندهم هناك كلش popular يستخدموه وبعدين ينزلون عليه البرامج. حاليا يقول إنه continue to develop the Linux دي يتطور ودي يتحسن حتى يكون easier، أكثر سهولة. هذا حكينا عن الـ OS اللي هو الـ Operating System، مختصرة OS. حاليا راح نشوف شنو الـ Software Application. الموضوع الثاني هو Software Application، تطبيق الـ Software، إنه هو هذا شنو، هذا برنامج يدير Stable Environment بيئة provided by the operating system، هذه البيئة متوفرة لنا عن طريق الـ OS. الـ application هذا يكون عنده restrictions، يعني حواجز. حواجز هاي أو يعني شلون، مقيد، يكون مقيد بالـ OS، ما يقدر يغير الـ data أو الـ memory. يكون الـ application إلا في الغرض معين. شنو هو الفرق بين قلنا الـ OS والـ Software Application؟ أنه الـ OS هو collection، هو collection مجموعة من برامجيات الـ Software، توفر لنا بيئة للبرامج، وتكون abstraction بين الـ Hardware والـ Application. تستخدم أيضا قلنا الـ GUI اللي هي الـ Graphic أكثر شيء. تكون الابليكيشن سوفت وير بها سبيسيفيك جوب، يعني لها مهام خاصه، مثل editing picture، صوره، او مثلا خلق ملف PDF. يعني تكون جاي هذا الابليكيشن عم يؤدي لنا مهمه معينه. اما الاو اس تخلق لنا environment، بيئه، to allow application software، هو راح يخلق لنا البيئه الاساسيه بالحاسوب حتى ننزل هاي البرامج والتطبيقات على هذه الحاسبة. الـ OS is a software that runs on system، إنه لما هنبرمج حاسباتنا أول شيء حننزله هو نظام التشغيل اللي هو مثلاً الويندوز، بينما بعدين راح نجي ننصب باقي الـ application على هذا الـ OS. Thank you for listening.